هل يعقل أنه يكون بعد في أراضي مصادرة أو مناطق بجبل لبنان ما في سلطة للدولة عليها؟ رجل الأعمال المهندس جان أبو جودي. يعني مشيت المخالفات بطريقة مش طبيعية، كنا نستحصل على قرارات الهدم وكمان ما كانت تتنفذ. طب وأنا وين حقوقي بالملكية؟ رئيس اللجنة الاقتصادية بالرابطة المارونية غسان خوري. المرفق المدروس بمنطقة جوني مدخل بشرف لبنان، ما هي المنطقة السياحية تعطي رسمال طويل عريض للدولة أهم من الدين العام يلي وصلنا يمكن. والناشط السياسي إلي فرحات. ما حدا بيشجع ينمى الاقتصاد تبعك إلا بشغلتين، القضاء وتاني شغلة هي الاستقرار الأمني. ضيوف المنبر مع كريم الجميل، الليلة 10:15 المساء على الـ OTV.